بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نستكمل شيء بسيط في موضوع الإغلاق على الرابطة الزوجية Cyclization at Double Bonds، وإن شاء الله بيكون يعني معظم درسنا اليوم في الإغلاق على الرابطة الثلاثية، لكن نستكمل بعض الأمثلة. الآن آخر شغلة تكلمنا عنها اللي هو أنه يكون الأورثو بوزيشن نيوكليوفايل، هذا الكلام قلنا عنه أنه كتير مفيد لأنه بيساعدني في تحضير الفيوز درينكس. يعني أول ما الإنسان بده يشوف فيوز درينكس ويقول إيش الديسكونيكشن اللي موجود عنده، بده يقول إيش الديسكونيكشن اللي موجود عنده. يعني لو أنا جبت لكم في الامتحان هذا المركب، الآن بدي أتذكر أنا أنه جنب الدبل بوند قلت لكم اعملوا كسر، هنا اعملوا كسر، يعني هذه ايش حتخلوها؟ سي دبل بوند او هاي البنزينة، هاي انا هنا عملت الكسر وين؟ جنب هذه الدبل بوند زي ما عملنا بالامثلة السابقة، وهذه بترجع لسي دبل بوند او. الان لو الاورثو بوزيشن هاجم حيعمل هنا ايش؟ حيعمل هنا دبل بوند. الان بعد هيك هذا الجزء ممكن اني اعمله بهدوء من هان على اساس انه البنزين بجيب له نيترو، بجيب نيترو بخليها امينو وهكذا. بده الانسان بالتاكيد خبره في هذا الموضوع، لكن السايكلايزيشن على الاورثو بوزيشنز موضوع كتير مهم لمنطقه ايش؟ السينثيسيس اوف فيوزد هيتيروسايكليك رينجز. الان في عندي هنا بعض الامثله يمكن انا اركز فيها على خطوه الاغلاق، يعني المثال كبير ومثال من اللي بيشتغلون ناس في الريسيرش، لكن انا بهمني مش كل شغله يعني في المثال بقدر ما بهمني لحظه الاغلاق شو نوع السايكلايزيشن. في كيمستري قبله احيانا سهله احيانا صعبه شويه. يعني لاحظوا هذا المركب اللي هو بيريميدين ديريفاتيف مع انيلين، عمل هنا ابدال للسي ال مع النيتروجين صار عنده هذا الان اتش، عمل مع الدي ام اف والفوسفور الكلورايد هذا تفاعل في النيم رياكشنز اخذتوه اللي اسمه فيلز ماير هاك رياكشن، بحط الفورمال جروب، بحط الفورمال جروب، حط الفورمال جروب هنا. الان بعد ما صار عندي هنا فورمال جروب هاي اورثو بوزيشن وهي سي دبل بوند او، على طول قلت الاورثو بوزيشن على سي دبل بوند او شو بده يعمل؟ او اتش مع اتش بيعمل دبل بوند غالبا بهذا الموقع، ربما تكون منسيه لانه هنا في امكانيه هي اديشن او اتش اتش دبل بوند. واضحه الفكره؟ فالسايكلايزيشن الخلاصه فعلا شغل اورثو بوزيشن in this example. وطبعا ممكن نجيب امثله ثانيه، يعني لاحظوا الباحث عاده اللي بيكون عنده نقطه انطلاق ينطلق منها بصير يغير ويعمل مشتقات كثيره، يعني نفس المركب السابق بدل ما فاعله مع فينيل ان اتش 2 اجى هنا فاعله مع هيدرازين ان اتش 2 ان اتش 2، بدل السي ال بنيتروجين ان اتش ان اتش 2، بعد هيك اجى فاعله مع 1 2 داي كربونيل كومباوندز، كلنا عارفين انه السي دبل بوند او مع الان اتش 2 بيحذفوا ميه، سي دبل بوند ان، هي عمل هنا سي دبل بوند ان فينيل سي دبل بوند او فينيل. الان انا الخطوه بتاعتي اليوم شو هي؟ السايكلايزيشن على الاورثو بوزيشن، هي السايكلايزيشن على الاورثو بوزيشن اللي انا بدي اياها. واضحه الفكره؟ يعني الفكرة الأساسية اللي عندي اللي هي فكرة السايكلايزيشن على الأورثو بوزيشن، مش ياكو تحفظوا كل الأمثلة هذه أو تتوهوا فيها بقدر ما إنكو تكونوا ماخدين إيش؟ فكرة عن الموضوع. بالتأكيد حيكون في الهوم ورك اللي حيكون مطلوب منكم إنه تجيبوا لنا أقل إشي من الريسنت ريسيرش سايكلايزيشن على أورثو بوزيشن. يعني مجرد ما تفتحوا مجلة أورجانيك وتشوفوا حلقات بتتحضر حتلاقوا فيوز درينكس في مرات كثيرة. كيف حضرها؟ كيف خطوة السايكلايزيشن؟
حتلاحظوا انها cyclization على ortho position. تقريبا كل الأمثلة اللي مرت علينا لحتى الآن كانت إغلاق على C double bond O. الآن C double bond S والC double bond N بيشبهوا C double bond O، لكن C double bond C فيها إيش؟ احتمالين. هاي أنا عندي مثال على إغلاق على C double bond S. لو أخذنا هذا المركب اللي هو عبارة عن داي ألكوهول، يعني R2C، C حاملة OH، بعدين C تانية حاملة OH، يعني لو بدي أخذه هذا الجزء هو هذا، كان زي هيك على موقع واحد واثنين عندي OH OOH، فعلته مع المركب C double bond S CL2. هاي السي دبل بوند اس سي ال 2، متذكرينه هذا ايش اسمه؟ متذكرين ابن عمه؟ ابن عمه اللي فيه الاكسجين، الفوسجين، الغاز تبع الحروب السام، غاز الفوسجين. الان هذا ثيوفوسجين، اذا هذا فوسجين هذا ثيوفوسجين. الآن الثيوفوسجين والفوسجين هم عبارة عن داي إلكتروفايل، وبالعكس الألتهايدز والكيتونز بشكل عام بتفاعلوا كداي إلكتروفايل ولا لا؟ مروا عليكم إنهم الألتهايدز والكيتونز بمثلوا داي إلكتروفايلز، ومثلهم إيش؟ الفوسجين هذا ممكن يشتغل داي الكتروفايل. الايستر بيشتغل داي الكتروفايل ولا لا؟ الايستر بهمش، خلينا نتذكر لو قلنا ار نيوكليوفايل زائد سي اتش 3 سي دبل بوند او او ايثيل. الان هذه السي، هذه السي الكتروفايل ولا لا؟ صار عندكم CH3 C double bond O نيوكليوفايل R. الآن ممكن يجي نيوكليوفايل تاني يهاجم، ما صارت ألدهايد أو كيتون عند اللزوم أحيانا، ممكن يجي نيوكليوفايل تاني يهاجم يعمل أديشن، فبيشتغلوا كداي إلكتروفايل. الآن من الداي إلكتروفايلز اللي مشهورة بدون خلاف، اللي مشهورة بدون خلاف الفوسجين والثيوفوسجين. ليش؟ لأنه ممكن النيوكليوفايل يهاجم يعمل إبدال أول، والنيوكليوفايل ثاني يهاجم يعمل إبدال ثاني. يعني هذه أسهل ما يمكن، اللي هم إيش؟ الفوسجين والثيوفوسجين. فلما هذا النيوكليوفايل هاجم طرد أول سي ال، إذا عمل سبستيتيوشن هنا. ولو إجا كمان هذه الأكسجين وهاجمت حتطرد، إذا كم substitution صار عندي لما تكون هالمركب؟ two successive substitutions. هو تفاعل على C double bond S، لكن هنا اللي تم عندي addition ولا substitution؟ two substitutions. هنا في عندنا مثال على تفاعل على carbon double bond carbon. لاحظوا معي، في عندي في هذا المثال activated hydrogen، هذه الهيدروجين اللي هنا activated لأنه جنبها C double bond O وكمان C double bond O وكمان N، يعني هذه هاي اللي activated، يعني بدها بيس قوي ولا ضعيف؟ بيس ضعيف. الآن شلنا الهيدروجين، شو عملنا؟ عملنا سالب، حتبدأ السالب بدها تروح على الكربون double bond carbon. الأصل الآن كم cyclization ممكن عندي؟ اثنين. إذا فعلنا بهذا الشكل وهذه تحركت للخارج بحيث تصير هنا C minus وبعدين CH، لاحظوا بعد ما تصير minus شو حتحط هنا؟ H. هذا cyclization اللي انتو شايفينه إكزو ولا إندو؟ إكزو. إذا هاي cyclization الأخضر هذا exocyclization بيؤدي لتكون الحلقة الرباعية. طيب الآن نعمل cyclization الأحمر، لو هذا الهجوم تم هنا وهذه إجت هنا وحتصير
CH. شو حيصير عندي؟ حلقة خماسية بهذا الشكل. أنا سي دبل بوند أو سي وأنا سي وهذه سي بهذا الشكل. واضح؟ وهنا حيكون عندكم CO2 إيثيل وهنا CO2 إيثيل وCO2 إيثيل. هذا السايكلايزيشن تم على أي ذرة؟ على هذه. هيك إحنا عاملين صح ولا؟ CO2 إيثيل جنب النيتروجين. هنا CO2 إيثيل. لحظة. هاي النيتروجين، هذه الكربون اللي هاجمت. هاي الثلاثة CO2 إيثيل. بمعنى إنه كانت الدبل بوند اللي عندي بهذا الشكل. هاي سي دبل بوند او سي سي دبل بوند سي. فلما يتم السايكلايزيشن بهذا الشكل هذه وين حتيجي؟ ماينس اتش. واضح؟ حيصير عندي اندو سايكلايزيشن والحلقه اللي بدها تتكون خماسيه. اذا مثل هذا المثال لو اجانا في امتحان وكنا بدنا نجاوبه كم احتمال عندي؟ احتمالين، الاكزوسايكلايزيشن والاندوسايكلايزيشن. لازم انتم بايديكم تتدربوا على هدول وترسموهم. كمان على الكربونيل اللي جنب الان، ربما انه هذه الكربونيل اللي جنب الان امد، هذه مشكله فيها. والمشكله الثانيه انه حتعمل حلقه ثلاثيه، يعني من الناحية النظرية البحتة في ذرة احتمال، لكن لما نيجي أمد وثلاثية فيها مشكلتين. طبعا الكل حيجي يقول انه أنا أفضل في الحلقات الخماسية ولا الرباعية؟ الخماسية. بس مش معنى الأفضل انه الأفضل دائما بيتكون. يعني في هذا المثال الخماسية ما تكونتش وتكونت الحلقة الرباعية. حتى لو الخماسية كانت إيش مالها؟ أثبت. ولذلك مرات بيستعملوا مصطلح، بفترض أنه يمكن مر عليكم بالفيزيكال كيمستري، بيقولوا في عندي إشي اسمه كايناتيك برودكت وفي إشي اسمه ثيرموداينامك برودكت. الآن لو أنا بدي أصنف هذه الخماسية بدي أقول عنها إيش؟ ثيرمو دايناميك برودكت. يعني هذا it seems more stable. هذا البرودكت more stable. ثيرمو دايناميك برودكت الخماسي أثبت من الرباعي. لكن ربما لما تم الإغلاق وهذه الماينس بدها تتفاعل بسرعة، مين الأقرب إلها؟ هذا الطرف ولا هذا؟ فوجدت هذا الطرف، فهذا البرودكت اللي تكون إيش هو بيكون؟ الكايناتيك برودكت. مرات كثير الناس اللي بدرسوا الموضوع بيعرفوا انه بتكون كايناتيك برودكت، بتكون بفصلوه بسيبوه بعد فتره، بالذات لو تركوه بالمحلول بلاقوه بعاود بفك وبتحول الى ثيرموداينامك برودكت. واضح؟ لكن اللي موجود عندنا احنا في هذا المثال الكايناتيك برودكت ولا الثيرموداينامك؟ الكايناتيك برودكت اللي ستيبل برودكت، لكن غالبا انه بتكون بشكل أسرع. غالباً أنه بتكون بشكل أسرع. هنا في عندي مثال ثاني على عملية cyclization at carbon carbon double bond. والمرة هذه النيوكليوفايل اللي موجود عندي هو السلفر النيوكليوفايل. هنا بدي أنبهكم لشغلة، السي دبل بوند اس السلفر كثير بحب يشتغل كنيوكليوفايل، عشان هيك مرات كثيره وانتم بتشتغلوا على سي دبل بوند اس بتلاقوها بتهاجم من عند ايش؟ السلفر. انتم لو اطلعتوا على هذا التفاعل ولاحظوا هذا التفاعل كيف عملوه، فعلوه في وجود البروم. الان البروم متذكرين انتم على الدبل بوند كان يضيف في الاول بروم بلس يعمل برومونيوم ايون، بالذات لما اخذنا تفاعل اللي هو اديشن اوف بروم تو دبل بوند برومينيشن. الناس اللي متذكرين الكربون دبل بوند كربون مع البي ار 2، كنا نقول انه التفاعل بيبدا باضافه البروم وبيعمل برومونيوم ايون،
الآن بتضطر بروم الثانية تيجي من وين؟ من العكس البي آر الماينس. وعشان هيك الأدي اللي هو الأديشن أوف برومين تو دبل بونس إيش كنا نقول عنه؟ سن ولا أنتي أديشن؟ أنتي أديشن. لما كنا نأخذ الهيدروجين في وجود ميتال نقول سن أديشن، هنا نقول أنتي أديشن. الخلاصة إن أضافة البروم الموجب بخلي هذه الكربون بالإمكان إنه يجي هاجم عليها إيش؟ بي آر نيجاتيف. يعني أنا في عندي بي آر كربون، لو إجا في حالة البروميناشن هيجي بي آر نيجاتيف. في حالة زي هذه الحالة أنا استعنت في البرومين وتفاعل هنا، شو النيوكليوفايل اللي عندي؟ سلفر. واضح؟ سلفر مش بي آر. يعني كأنه صار عندي الهجوم لسلفر وبي آر، ومبينين أنتي ولا لا؟ يعني أصلا هذه اللي كانت دبل بوند. ملاحظين؟ هذه اللي كانت أصلا دبل بوند، لما ضاف عليها البرومو عمل برومونيوم ايون سكرت بايش؟ بالسلفر. مثل هذه الامثله متذكرين انه اخذتوا زيها انتم بالضبط لما كنا ناخذ الدبل بوند ونقول لكم مع بي ار 2 في وجود مثلا سي ال ماينس تبداوا التفاعل بي ار وتكملوه بي ار بسي ال، او لو كان عندكم ميه تكملوه بايش؟ بأو اتش، وصار عندكم اللي هي الهالوهيدرينز اللي هي المركبات اللي فيها هالوجينز وأو اتشز. كل هذا الكلام ارجو انكم ترجعوه، يعني كثير بنحتاج كيمياء نرجعها من السابق، اللي هو التفاعل على الدبل بوندز، تفاعل البرومينيشن، تفاعل الهيدروجينيشن، تفاعل البرومينيشن في وجود ايون سالب بيبدا التفاعل بالبرومينيشن وبيكمل بالايون السالب، وهذا مثال عليه. تمام. الان ربما جزء من اللي بيساعد التفاعل هنا وبشجع السلفر اكثر انه يعمل كنيوكليوفايل النيتروجين اللي قريبة، يعني زوج الإلكترونات، زوج الإلكترونات اللي موجود هنا بإمكاننا إحنا نتخيل إنه تحرك بهذا الشكل، خلى زوج الإلكترونات اللي هنا وين يتحرك؟ ملاحظين؟ هاي زوج إلكترونات تحرك هنا، معقول يصيروا خمس روابط؟ لا، إذا هذا بده يجي يتحرك هنا، البي آر أخذت زوج الإلكترونات رجعت له بي آر عادية وبتم التفاعل. طبعا هنا صار عندهم بوزيتيف نيتروجين لما تم التحرك هان، في وجود الماء التفاعل كله السي دبل بوند ان مشهور جدا انه في وجود الميه بتحول لايش؟ لسي دبل بوند او، بصير الهيدروليسز. مر عليكم هيدروليسز اوف امينز، امينز هنا نوع من الامين سي دبل بوند ان، السي دبل بوند ان بالميه بسهوله بتحول الى سي دبل بوند او. كل هذا الكلام تم في هالمثال. انا بالنسبه لي المهم انه انا عملت اديشن على الدبل بوند، انا عملت تفاعل على الدبل بوند. الان انتبهوا معي انه الدبل بوند حتى بمساعده البرومين كم احتمال عندي فيها للسايكلايزيشن؟ اثنين، اثنين مش واحد. يعني لما انا فعلت على هذا الطرف بيجيني الاحتمال الثاني، ما المانع اني افاعل على هذا الطرف؟ ولو هذا الكلام بده يتم شو بده يكون الناتج اللي عندي؟ حلقة سداسية فيها السلفر هانا والكربون والبرومين هانا. يعني لو جبنا لكم هذا وقلنا لكم بدنا البوسيبل سايكلايزيشن برودكتس، البوسيبل سايكلايزيشن برودكتس، الحقيقة انه السلفر يهاجم على هذه الكربون او على هذه الكربون. على هذه الكربون عندكم الحلقة الخماسية، على هذه الكربون عندكم الحلقة السداسية، عندكم الحلقة السداسية، والبرومين هنا كان عامل مساعد في عملية ايش؟ في عملية التفاعل على الدبل بوند بطريقة
سبق ان تعلمناها انه البرومين في الاول بضيف كبرومين موجب وبعدين النيوكليوفايل بكمل التفاعل. هذا الكلام بأمل انكم ايش اترجعوه في المنطقة. انا متأكد اني شرحته لكم في الأورجانيك ايه متذكرينه. الان تقريبا بنفس الفكرة هنا بيجينا امثلة تانية، هنا بيجينا امثلة تانية، ولاحظوا انه اللي بيساعد على السايكلايزيشن على الدبل بوند، يعني هذه كاربون كاربون دبل بوند، النيتروجين عبارة عن نيوكليوفايل. الان صار واضح عندي انه في عندي نيوكليوفايل وفي عندي دبل بوند. الان هذا النيوكليوفايل وين ممكن يهاجم؟ اما على هذا المكان وبالتالي اكزو سايكلايزيشن. لو هاجم هنا وين حتيجي هذه؟ حيصير عندي سي اتش ماينس، مزبوط ولا لا؟ الان هذه في وجود ميركوريك هيلايد الماينس بتتحد مع الميركوريك هيلايد بدل الزئبق. لاحظوا بصير هذا عامل ايش؟ مساعد، لانه اول ما هذه بدها تتفاعل هنا هذه سي اتش 2 بدها تصير سي اتش 2 ماينس. الان الماينس بهاجم هنا بطرد اكس واحدة من التنتين وبيعمل هدول. بعد هيك في ظروف التفاعل لو ضفنا مية او اشي برجع مكان هذه ايش يتكون عندي؟ سي اتش 3. فهذه اجت عندي كعامل مساعد. لو تخيلتوا انها مش موجودة مش كنتوا حتكملوا التفاعل بالشكل الاتي، انه هذه هاجمت هذه صارت سي اتش 2 ماينس وبعدين اخذت ايش؟ اتش بلس، واضح؟ لكن التفاعل في وجود ال اتش جي اكس 2 بيتم بشكل افضل. لكن كنتيجه لما يصير عند الاكزو سايكلايزيشن هذه السي اتش 2 شو بدها تصير؟ سي اتش 3. الان هذا احد الاحتمالات، في عند احتمال ثاني ولا لا؟ طبعا. الاحتمال الثاني اللي خلينا نوضحه بالاحمر انه هذه تهاجم هان وقتها هذه كانها صارت سي اتش ماينس، هي اصلا سي اتش واخذت ماينس بتصير سي اتش ماينس. الان في المحصله حتاخذ اتش مرورا بالاستعانه بالايش؟ بالزئبق، مرورا بالاستعانه بالزئبق. اذا هنا لو قلنا درو ذا بوسيبل سايكلايزيشن برودكتس برضه المرسوم واحد منهم اللي هو الاكزو ولا الاندو سايكلايزيشن؟ الاكزو. الان الاندو تدربوا عليه اللي موجود زي هيك. هذا المثال تقريبا شبيه جدا فيه، هي عندي نيتروجين ودبل بوند، اذا الهجوم تم بهذا الشكل هذا اللي موجود عندي الاكزو اللي هو طلع النتيجه والحلقه المتكونه سداسيه. طيب لو تم الهجوم بهذا الشكل شفناه هذا الاكزو. طب لو تم الهجوم بهذا الشكل حلقه سباعيه واندو سايكلايزيشن بدكم تتدربوا انكم ترسموها. ليش؟ لانه احنا بهمنا وكثير بنسالكم انه درو اول ذا بوسيبل سايكلايزيشن برودكتس. فانا لما بحكي عن كاربون دبل بوند كاربون بدكم تعودوا انفسكم انكم ترسموا الناتجين اللي على طرفي الرابطه الزوجيه. بعد هيك بتروحوا بتعملوا التجربة بتفصلوا ناتج، هالناتج باستعمال طرق التشخيص هو هذا ولا هذا؟ بتهيألي طرق التشخيص سهل انها توضح لكم الجواب. يعني اذا بدنا نطلع شوية من الهيتيروسايكليك كيمستري للتشخيص، لو فكرنا هنا انه احنا عاملين الحلقة السباعية حيكون عندكم هنا ان اتش وهنا 1 2 3 4 5 6 زي هيك الناتج، كاربون تنتين ثلاثة، كاربون تنتين ثلاثة، ماشي السايكلايزيشن تم هان، كم كاربون صاروا؟ هدول اللي بين الان والاو ثلاثة، لو السايكلايزيشن تم هان كم كاربون؟ تنتين، اللي هم هدول. الان الناتج المتوقع اما هذا الناتج او هذاك الناتج، المفروض وانتم بتشتغلوا ترسموا الناتجين بعدين بتفصلوا
هالمركب اللي طلع عندكم بتروحوا بتعملوا له سبكتروسكوبيك اناليسيز اي ار وان ام ار وكربون 13 وما الى ذلك، وحسب النواتج بتقولوا اه والله اللي طالع عندي هذا وهذا. شو اسهل طريقه في التشخيص تميز التنين هدول عن بعض؟ هذه ان ار ولا ان ار؟ مش موضوع خلافي. شو اسهل طريقه في التشخيص تميز هدول؟ ايش اللي بدي يبين لي اياه؟ ايش الاشاره الاكثر وضوحا؟ سي اتش 3. هذاك في سي اتش 3 على طول، حتى يمكن بجهاز الاي ار، حتى يمكن بجهاز الاي ار عند 1380 ايزو. لا لا سي اتش 3، سي اتش 3 الايزو في هذه المنطقه بتبين زي هيك. سي اتش 3 عاديه، مش طبعا الاسهل كثير في البروتون ان ام ار، يعني بين هذا المركب اللي محيناه وبين هذا في البروتون ان ام ار، اني اشوف سي اتش 3 ولا اشوف 3 سي اتش 2 في الكربون 13 ان ام ار. يعني التشخيص ليس عمليه صعبه، مش موضوعنا الان، لكن احنا موضوعنا انه دائما وابدا بدنا نفكر لما بنحكي عن اغلاق على الدبل بوند بكم ناتج الكربون كربون دبل بوند بناتجين، وبدكم تعودوا ايديكم انكم ترسموا الناتجين. بهيك تقريبا بنكون انتهينا من هذا الجزء المتعلق بالاغلاق على الدبل بوند. الان لو انتقلنا لدرسنا اليوم اللي هو الاغلاق على التريبل بوند، اسهل شيء الانسان يقوله انه يتذكر قول الشاعر اللي بيقول ما ترانا نقول الا معادا من قولنا مكروره. يعني انا ممكن ادعي انه مش حنجيب تقريبا شيء جديد في الموضوع، والدليل على هيك انه بدنا نبدا بهذه اللوحه اللي مرت معنا ونقول انه في السايكلايزيشن على التريبل بوند عندي احتمالين، اكزو سايكلايزيشن واندو سايكلايزيشن. الان التريبل بوندز اللي مشهوره في الدنيا شو هي؟ عندي السي تريبل بوند ان، ار سي تريبل بوند ان، واضح؟ نشوف على ارض الواقع شو اللي بي ار سي تريبل بوند ان، وعندي ار ان تريبل بوند سي، وعندي ار سي تريبل بوند سي. هذول الثلاثه اللي مشهورين في الدنيا، هذول اللي حناخذ عليهم امثله. الان وين بيتم الاغلاق على الاحمر؟ وين الاحمر؟ واضح؟ اسهل طريقه نفهم الموضوع لما يكون عندي نايترايلز الهجوم على هذا الكربون، لما يكون عندي ايزو نايترايلز او ايزو سيانايتس الهجوم على هذا الكربون. يعني هنا دائما اكزو، هنا دائما اندو، هنا في عندي احتمالين. واضح؟ اللي فاهم هالكلام وبدها تطلع اليوم تعبت بامكانها تطلع. كل اللي حنشرحه امثله تطبيقيه على هذول الثلاث نقاط. انا ناخذ سي تريبل بوند سي مره هان ومره هان، سي تريبل بوند ان دائما هان، ان تريبل بوند سي دائما هان. واضح؟ يعني بهيك احنا بنكون خلصنا محاضره اليوم كفكره، وكل اللي بضل عندنا امثله أمثلة على الموضوع. الآن في الأمثلة على الموضوع الكمبيوتر تمرد شوية. لا بس محلوش يتمرد. بنقطع التسجيل دقيقتين. المفروض انا نسخت الفايل الجديد
اللي فيه 15 سلايد هذا ناسخ ورجعت هنا. وين الدي؟ سايب رايق الكمبيوتر يغلبني. بنستمر. قلنا احنا كل اللي حنشوفه هو امثلة على الاغلاق على نيترايلز وايزو نيترايلز وكاربون كاربون تريبل بونز. خلينا نشوف الامثلة بسرعة. في هذا المثال بتوقع انه يتكون عندي ناتج ولا ناتجين؟ ناتجين. الاغلاق على هذا الموقع على هذا الموقع واضح؟ طبعا اي اغلاق اللي مبين انه تم بالتجربة واحد. هذه لما بتيجي هنا سي ماينس بتاخذ اتش مبينة موجودة عندكم، يعني السي تريبل بوند سي بدها تصير سي دبل بوند سي لأنه تحركت رابطة من الثلاثة. كذلك الحال في هذا المثال، كم إغلاق متوقع عندي؟ اثنين. الآن وين تم الإغلاق؟ لاحظوا هذا الإغلاق الأول شو قلنا عنه؟ اندور. الآن في هذا المثال اكزو، هاي تريبل بوند وتريبل بوند، مرة اندو ومرة اكزو، هذه نتيجة التجربة. لكن الإنسان قبل ما يعمل التجربة بيكون عارف الجواب؟ لا. واضحة الفكرة؟ يعني هذا الاكزو سايكلايزيشن عمل حلقة خماسية، لو عملنا اندو سايكلايزيشن في هذه الحالة حنعمل حلقة سداسية. هنا الاندو سايكلايزيشن عمل خماسية، لو عملنا اكزو سايكلايزيشن حنعمل رباعية. الآن السايكلايزيشن اللي مش موجود بإمكانكم تتدربوا عليه، بس واضح إنه يعني الأمر بسيط. لاحظوا أنا استعمل بيس عشان يسحب الاتش اللي هنا ويخليه سترونجر نيوكليوفايل. هاي مثال ثاني التريبل بوند شايفينها، وين النيوكليوفايل؟ الأو. الآن كل اللي بيلزمني إن ألم الجزء على بعضه. الآن هذه الأولى ما بدها تهاجم إندو أو إكزو، أي واحد منهم اللي تم حسب ما أنتم شايفين هنا بالنتيجة، ولذلك هذه تحركت صارت سي اتش ماينس وصفيت سي اتش 2، وبعد هيك عملت توتوميريزم لسي اتش 3. يعني بين هذا الشكل وهذا الشكل توتوميريزم، نوع من التوتوميريزم. واضح؟ شبيه بالكيتو اينول وبالامين انامين توتوميريزم. واضح؟ هذا الالكين بصير الكين بموقع ثاني وهذا بتصير سي اتش 3. لكن بكل الاحوال السايكلايزيشن تم على هذا الموقع، اذا السايكلايزيشن هنا اكزو سايكلايزيشن، سايكلايزيشن هنا اكزو سايكلايزيشن. هذا المثال نفس الفكرة تماما، ومرة ثانية برضو اكزو سايكلايزيشن أدى إلى حلقة سداسية لو جمعنا الذرات. الآن في هذا المثال عندي انا التريبل بوند، طب وين النيوكليوفايل اللي عندي؟ عندي هنا سي دبل بوند او الاو اتش للنيوكليوفايل. مره ثانيه عندها كم احتمال؟ احتمالين، اي احتمال منهم عملت الاكزو سايكلايزيشن؟ ممكن تهاجم على الدبل بوند كمان.
بتهاجم على الضب البند بتعمل حلقة أصغر. كلام سليم إنه ممكن تهاجم هانا وباحتمالين بالضبط. واضح؟ الآن من هدول الأربعة اللي طلع بالتجربة وأدى إلى حلقة خماسية الإكزو سايكلايزيشن على التريبل بوند. هانا في عنده أكزيم أن أو أتش، يعني خلينا الأو أتش هذه نرسمها هانا قريبة من الدبل بوند. واضح؟ إيش الاحتمالات؟ واحد أو اثنين حسب ما أنتم شايفين. وين السايكلايزيشن تم؟ إذا إيش نوع السايكلايزيشن؟ إكزو ولا إندو؟ إندو. إندو سايكلايزيشن. طيب لو واحدة تانية بدها تفكر إنه الآن اتش 2 إيش المانع؟ من ناحية نظرية على أقل تقدير بدي تضل كل احتمالات موجودة عندكم، إنه هي ممكن تسكر هنا وتعمل حلقة ثلاثية، وممكن تسكر هنا وتعمل حلقة رباعية، وهذه ممكن تسكر هنا تعمل حلقة رباعية، وممكن تسكر هنا تعمل حلقة خماسية. لاحظوا لو أنا حللت الاحتمالات حلقة ثلاثية رباعية رباعية خماسية، أني اللي طلعت الحلقة الخماسية والنيوكليوفايل الأكسجين اللي تفاعل. فمثل هذه الأسئلة لو كنتوا بتنسألوا draw all the possible or four possible cyclization products، بده الإنسان خلص فاهم الفكرة. الفكرة في النيوكليوفايل ولا أكثر؟ أكثر من النيوكليوفايل. في دبل بوند ولا أكثر؟ أكثر من دبل بوند. طبعا هو الإنسان لو بده يزيد فلسفة إنه ممكن يتخيل كمان إنه هذه الآن اللي متصلة بالأو أتش is also a nucleophile. بس ضعيفة جدا. والله أنا شفتها بتتفاعل وبجيب لك بيبر عليها. بتتفاعل بتتفاعل وبعدين بتفقد المية. في مقالات في نفس هذه الأوكزيمز التفاعل تم على النيتروجين. التفاعل تم على النيتروجين وممكن خارج يعني إطار المحاضرة إن أفرجيكم مثال تم هنا التفاعل مش هان. ما تنسوش ولا إشي. يعني في كل الأحوال النيوكليوفايل زوج إلكترونات صح؟ إذا لو أنا بدي أجي أقول لكم نظريا كم نيوكليوفايل عندي هنا؟ ثلاثة. أنا هنا عندي ثلاثة. واضح؟ وكان ممكن يمكن لو هنا أطول وبيطلع حلقة خماسية من هذا التفاعل إنه يتم على هذا النيوكليوفايل. وفي أمثلة في الدنيا في الأكزيم التفاعل بيتم من النيتروجين مش من الأكسجين. موجود. المثال اللي قبل مش هذا اللي قبله اللي قبليها الصفحة اللي قبليها. هذا الآن ممكن تهاجم على السين. وين هالآن الآن؟ الآن قديش قربها هانا؟ إنها تهاجم من هانا ما فيش إمكانية على الإكزو. هانا في إمكانية نظرية لكن دائما اللي بتهاجم الآن أتش. ليش هذه لو بدها تهاجم حتعطيك أن بوزيتيف؟ يعني الآن عشان تكون النيوكليوفايل اللي هي الان اتش 2 مينلي والان اتش الان اتش 2 والان اتش. يعني ربما لو هذه كانت اتش بيكون الكلام مور لوجيك. يعني دائما النيوكليوفايل اكثر الان اتش 2 والان اتش. ليش؟ لانه النيوترال النيوكليوفايل لما بتفاعل بيفقد اتش. فلو كان ان اتش 2 بصفى ان اتش، ولو كان ان اتش بصفى ان. هيك تعودنا احنا عليه. لكن كويس ان انتوا تبداوا تتفاعلوا مع ايش؟ مع الموضوع ومع الاحتمالات. هذا المثال هو تفاعل على الكربون تريبل بوند كربون مره ثانيه ايستر مع هيدروكسيل امين. انتوا مر معكم الهيدروكسيل امين مع الكيتونز والالديهايدز بيعطي اوكسين اديشن. لكن الهيدروكسيل امين او الهيدرازين ايش بيعطي مع الايستر؟ سبستيتيوشن. لانه تفاعل ايستر الاساسي سبستيتيوشن. بناء على ذلك هذا لما بده يعمل التفاعل التحضيري هذه بدها تهاجم هانا وتطرد
الاو ايثيل، صار عندكم سي دبل بوند او ان اتش او اتش. الان الاو اتش عندها احتمالين، الاكزو والاندو. اي واحد اللي تم هنا؟ الاندو سايكلايزيشن، انه هذه اجت للداخل وصارت ماينس وما الى ذلك. طيب لو انا اجيت سالتكم سؤال، جبت لكم في الامتحان هذا المركب ورسمت لكم هنا ان، او ان اتش طبعا هيدرازين، وقلت لكم ابدوا لي من هان هيدرازين، هيدرازين محل هذا بصير ان اتش، ان اتش 2. طبعا بديش انسى انه هذا الان النيوكليوفايل وهذا النيوكليوفايل، وعندكم احتمالات كلها بدها تكون داخله في ذهن وداخله في تفكير الانسان وهو بيشتغل. الان حاقف انا عشان ناخذ الامر بهدوء اكثر عند التفاعل على السي تريبل بوند ان، حنقف عند التفاعل على السي تريبل بوند ان. ان شاء الله المره الجايه بنكمل، بيكون عنواننا رياكشن ات نيترايلز اند ايزو نيترايلز، لانه الحقيقه النيترايلز والايزو نيترايلز فيهم امثله ثريه ومفيدين بشكل كبير في الهيتيروسايكليك سينثيسيس.